لك لجل مشتاك نبض القلب يموت. همتهم بتشيل جبال قدام أهل الهم ما في محال. لو صرخت وصحيت لقف معاك مش مستني صوتك لأسمعك. لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة. ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة. فالو كلمة بنت بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة. ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة. فالو كلمة تعب اخوك داوي بمية العين. بالعلم اطلعوا عالسما نجمين. لا تضلوا للاردن نورتين اهل الهم وشمعات هالبلد الزين. هو حياة زيتونك لطلع الخير لعيونك. غمض جفونك يا بلاد زلامك تصونك. لشمالك وجنوبك يا أردن لسهر عمرك. وانطفت نجم بسمات نور. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. في كل حلقة نختار لكم الأميز والأفضل. يتميز ضيفي بذوقه الرفيع، فبدايته كانت بسيطة وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفي الأكثر تميزا في هذه الحلقة، السيد رشيد أبو رمان صاحب جوهرة نابلس للمفروشات. أهلا وسهلا فيك سيد رشيد، منورنا عبر الشاشة. حياك يا ميت. أهلا فيك. في البداية سيد رشيد، عرف السادة المشاهدين من هو رشيد أبو رمان وكيف بدأت مسيرة نشأة حياته. أنا رشيد أبو رمان، سكان عمان صويلح. عشت بالصويلح تقريبا من ولودتي، يعني ولدت بالصويلح. اهتميت للدراسة، درست خلصت كمبيوتر ساينس بالجامعة. حاولت أشتغل بالمجال التخصص مجال دراستي بس ما زبط، فحاولت إني أتجه للتجارة والشغل الحر. نعم. الشغل الحر دائما يكون يعني أفضل وأفضل يعني. سيد رشيد، لماذا اخترت مجال المفروشات وما الذي يميزه عن غيره من المجالات؟ والله أنا درست أكثر من مجال قبل ما أفوت مجال المفروشات. شفت مجال الأكل والمطاعم وحاولت إني أبعد أكثر إشي عن الصحة عن المرض عن أشياء زي هيك. فالأقل شيء يعني التجارة يمكن أكثر إشي ربنا بارك فيها. التجارة أفضل إشي لنا. سيد رشيد، ما هي الخدمات التي تقدمها معرض جوهرة نابلس للمفروشات؟ أكيد لكم منافسين بهذا المجال وميزكم عن غيركم من المفروشات. هسا أول شيء هو محل صاعد، محل جديد عمره سنة تقريبا عندنا. إحنا بنحاول نسعى قدر المستطاع إنه يعني نعمل أسعار عنا رخيصة، نعمل نحاول نشكل جميع أشكال بالمفروشات. نحاول نحط برادي، نحاول نحط مفروشات، جلسات عربية، بيضات. يعني نحاول نشكل تشكيل واسع مشان واحد يكسب شيء، الزباين يكسب بمنطقة المناطق الشعبية بجبل النصر. فبتحاول دائما يكون في أرباح كثير تكون قليلة. مش مهم الربح، مهم إنه يكون في عنا معرفة للسوق أكثر من أهم شيء نكون فيه. نعم. زي ما بتعرف إنه أكيد كل شخص سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العمل تواجه بعض المشاكل أو بنحكي الصعوبات. فهل واجهتك بعض الصعوبات وكيف تخطيتها؟ أكيد أكيد أكيد. أنا هسه مش ابن المصلحة. نعم. فلما بلشت فيها شوي صغير يعني حاولت إني أسعى قدر المستطاع إن أكون أعرف إيش في مشاكل، إيش في عنا. يعني إحنا تقريبا إنتاج، فأحيانا مصدر الايتم اللي نجيبه كيف نجيبه، مصدر ان طريقه البيع، طريقه العرض، طريقه انتاج العمل، هذا كله اولها بيكون فيه شويه صعوبات. الصعوبات الثانيه ممكن تكون اسواق، شويه ضعف السوق المحلي اللي عايشين احنا فيه هسه. صحيح. ضعف السوق المحلي اللي احنا عايشين فيه بسبب الاوضاع الاقتصاديه والازمات القديمة بسينا بالبلد. بنحاول نعوض هاي الشغلات بتقليل الاسعار، تقليل الاسعار قدر المستطاع عشان تكون مناسبه للجميع. بالضبط، اكيد تكون مناسبه. نعم. مناسبه وتكون نوصل فيه ماشي مع السوق. سيد رشيد، في حد دعمك لو وصلك للمرحلة هاي؟ أكيد يعني جهة داعمة تشجيع. أكيد 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 أكيد. في عنا في يعني مع جهة السيد ليث، في السيد ليث النابلسي هو أكبر داعم لي.
بالموضوع هذا وشريكي بالموضوع اول شيء اولا اخيرا واكبر داعم لي بالموضوع هذا. السيد الكنابيس هو اساس هو ابن المصنع ابن الكار اللي هو قاعد بديره. كلمة شكر تقدير لمين بتوجهها؟ لا اول شيء لليت النابلسي وبعدين للشباب اللي بيشتغلوا مع الكادر معي بس سلامتك. وبدنا رسالة توجيهية للشباب وخاصة الشباب اللي عاطلين عن العمل وتعمل سياسة ثقافة العيب، ممكن انك توجههم لهذا المجال مثلا؟ الشباب اللي عاطلين عن العمل لازم ينتبهوا اول شيء انه هسه مشكلة انا مشكلة الشباب انه بدور بس على وظيفة. بس الوظيفه دائما مش يعني صعب يعني كل مهندس كل مهندس يلاقي وظيفه، مستحيل كل واحد بده خريج جامعه يلاقي وظيفه، ففي نطاقات عمل كثيره، حرفيه بالبلد ما في عندنا حرفيه، صرنا نعتمد على اللاجئ اللي خارج البلد عشان يشتغل عندنا حرفيه. صحيح يعني هسه انا اذا بدك تدور على 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 حرفيين بالبلد ما في حرفيين، اردنيين ما في. مضبوط. في فارق كبير. وبدنا كلمة للشعب الأردني بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول شهر كل عام وحلول العيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا يا رب، وإن شاء الله كل سنة تكون أحسن من السنة اللي قبلها. السيد رشيد أبو رمان صاحب معرض جوهرة نابلس للمفروشات، أين يرى نفسه بعد 5 سنوات؟ أكيد في عندك طموح وعندك مستقبل في التوسع. هسا طموح كل إنسان وطموح بالدنيا، هسا أنا طموحي متعلق علي، أنا أتمنى كل واحد يكبر يتوسع يصير في له منطقات أوسع، بس مشكلة طموح الإنسان صفى على الأوضاع الاقتصادية اللي بتحيطه، هي اللي رابطته، هي اللي ماسكة شو ممكن تسوي وين يصل. بس إن شاء الله يعني واحد لازم يحط هدف لراسه، إن شاء الله اللي قدام يكون شيء أفضل عنه إن شاء الله ربنا. وأخيرا سيد رشيد عرف السادة المشاهدين أين يقع معرض جوهرة نابلس للمفروشات؟ معرض بجبل النصر في سوق النصر الرئيسي مكان جبري صقر. في نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للسيد رشيد أبو رمان صاحب معرض جوهرة نابلس المفروشات على حسن استقباله. شكرا لك سيد رشيد ومنورنا مرة أخرى عبر الشاشة ويعطيك ألف عافية.